40 دقيقة على من راديو وصلنا لفقرات شي وتلا مولاتي ومشيو نتواصلوا مباشرة مع سعاد من الشكا إتباها ونتعرفوا على أهم الاقتراحات اللي غادي تقدم لنا اليوم. صباح الخير سعاد. صباح الخير. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أول تفضلي سعاد. أول حاجة كنبغي نشكرك بزاف على حسن استقبالك ليا أنا والزوج نتاعي للإذاعة. عفوا هذا واجب. مرحبا. وكنشكر الاخت لبنى استقبلت المكالمات بزاف وكنشكر كل عاملين في اذاعه ميد راديو منهم هشام والعطاري وميليا هبول ووفاء فائز الجميع. شكرا لك بزاف ومرحبا بزيارتكم وتواصلكم الدائم معنا الاذاعه ديالكم. مرحبا بكم في اي وقت سعاد. عندك اقتراحات مميزه جدا وغادي نبداوها بالكرعين ياك. هاد الكرعين كانت ديروا ماما الله يرحمها. الله يجدد عليها الرحمات ان شاء الله واكيد فوق ما نوجدوا هاد الكرعين ان شاء الله ندعيو معها بالرحمه باذن الله. بارك الله فيك. عندنا عندي الكرعين وعندي مخمر بالحليب وعندي كيكة بلا بيض وعندي مادلين بالليمون ولا سميتو لي فينونسي او سيترون. واخا وان شاء الله فرصه مقبله قبلت لك الخط وعاودينا ديك التورته ديال الاناناس لانه كان طلبات كثير عليها. واخا ان شاء الله نبداو بالكرعين واخا لانه كاين طياب بزاف. يلا تفضلي. عندنا الكرعين مغسولين مزيان ونوضعوهم في الكوكوت ونديرو 5 دروس ديال الثومه مقطعين وعندنا ثوم بصله مشلطه وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه وعندنا سكنجبير وعندنا البزار عندنا الكمون عندنا التحميره عندنا جوج عواد القرفه او شويه ديال القرفه غبره وعندنا كاس زيت مخلط ما بين الروميه والبلديه وعندنا ربطه ديال الربيع مربطين وعندنا الماء وعندنا الحمص عندنا الزبيب وعندنا الزرع كاس كاس من الحاجه ونشدو عليهم ونوضعهم فوق النار في خليله كامله ولا نطيناهم ما طابوش نردوهم فوق البوطه ونقدروا نديروا لهم سميتو جوج ديال ثلاثه ديال التمرات باش يطيب واحد التمر كيطيب العلف ديال التمر واخا ندوزو وبصحه والراحه كنهديهم البابا ونهديهم الوليدات خويا كيحماق عليهم بطريقه سهله. وعندي مخمر بالحليب عندنا جوج بيضات جوج بيضات عندنا سيترو ديال الحليب دافي عندنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز عندنا شويه ديال الملح وعندنا فورس حسب الخليط ونخلطوا الجميع ونخليوه يخمر مزيان بحال الطريقه ديال الشفنج ملي كيبدا يطلع نخليوه ومن بعد نقطعوه كويرات ونقرصوهم ونطيبوهم في المقله هكذاك واخا وكيكون رقيق ايه ماشي ما تيكونش غليت شويه يعني تيكون رقيق في كيكون رقيق نيت مزيان واخا الكيكه بلا بيض كيكه بلا بيض ايه بالنسبه للمستمع اللي كانت طلباتها عندنا جوج كيسان ديال الطحين جوج كيسان ديال الدقيق عندنا كاس ديال الكوك ياك ما كنزرب لا تفضلي عندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو غبره عندنا نص كاس ديال الزيت عندنا كاس ديال الماء عندنا جوج خمارات عندنا واحد فاني عندنا كاس سنيده ونخلطوا الجميع واخا سمحتي عافاك كيكه بلا بيض نعاودوا المقادير الله يخليك واخا جوج كيسان ديال الطحين كاس ديال الكوك جوج معالق كاكاو غبره نص كاس الزيت كاس الماء جوج خمارات واحد فاني وكاس سنيده ونخلطوا الجميع في الخلاط ونخويوه في موز مدهون وندخلوه للفران ومنين خرجوها نذوقوها باش بغينا على حسب شنو متوفر عندنا على حسب الرغبه
عندي قلتي بالليمون، قلتي لنا مادلين بالليمون ياك، مادلين بالليمون ولا لي فينونسيو او سيترون. واخا فينونسيو او سيترون هما لانه كاين في باتيسري كيتباعوا بشويه ثمن. واخا ناخذ الطريقه من عندك. ندير لك لي فينونسي. واخا بالحامض. الحامض عندنا 200 غرام بودره د اللوز مطحون، عندنا 120 غرام زبده مذوبه، 150 غرام سنيده، 3 البيضات، شويه د الملحه، قشور د الحامض وعصير الحامض، ونخلطوا الجميع ونديرهم في دوك القبيبات نتاع لي فينونسي دوك. ايه دابا ديالهم اللي معروفين بهم كاين ديال السيليكون وكاين ديال الحديد تاع ومادلين بالليمون. ويعني قلتي لنا ملي نديروهم في القوالب يعني ديال الفينونسي ياك، وملي كنخرجوهم كنديروهم في شي يعني في الحنت الوسط ديالهم تيكونوا اما كنديروا فيهم هذا الشوكولاته مذوب وشويه ديال الكونفيتور على حسب على حسب اللي بغينا. واخا وكيجيو تيعطيو واحد المنظر غزيو لينا فعلا. ايه نختموا قلتي لنا مادلين بالليمون. ايه عندنا كاس عصير الليمون، جوج كيسان سنيدة نتاع العنبة، كاس ديال الزيت، جوج خمارات ونص طحين حسب الخلاط، ونقطعو شوية ديال الشريحة والتمر مقطعين، ونخلطو الجميع ونديروهم في ليمون صغيرة مدهونين أو نديروهم في مول كبير وندخلوهم الفران. ومني يطيبوا اما نخليوهم هكاك اما نزوقوهم باش بغينا. يعطيك الصحه، هادو كيجيو زوينين فعلا تبارك الله عليك. واذا كان ممكن واحد التحيه. ايه على راس العين تفضلي. شكرا. تحيه خالصه لاعز اب في هاد الدنيا، وكنقول له كنبغيك بزاف ابابا